كيفاش رئيس جمعيه لوطا الخضراء لغاسيه الجاري الزيتون بجماعه بني سيدان لوطا اقليم الناظور في اطار مخطط المغرب الاخضر نستافد 2000 هكتار غرس الزيتون لجماعه بني سيدان لوطا تابع مخطط المغرب الاخضر ازيد من 300,000 شجره يستافد ازيد من 6,000 فلاح يستافدن الغرس الزيتون ادشنيت الملك صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله في 2011 لشارع 10 رخطون زوز الزيتون الحمد لله نجح مره 2000 هكتار غنغيش 500 هكتار ثاني عاود في 2019 2020 كنخدم دايس رخطو زوز الزيتون ينجح الحمد لله ينجح 100% واخا ينقص شي حاجه شي 5% ما يهمش الزيتون ينجح 100% خوني يوض المرحله التسويق الزيت زيت الزيتون نستافد المعصاره الواحده زي وزاره الفلاحه عمان نغسل المعصاره عصريه تعصار 2 طن رئيس ساعه الزيتون توصل ديال الوسط بني سيدان لوطا غنغدا الجيران تجوارنا بني سيدان الجبال بني بويفار بني بويفرور غنغدا اوسنا نعاود دار الكبداني اقليم الدريوش يفتح توز دي سونتر دي بني سيدان لوطا يفتح نيوساس نقول مشان مليح مره الزيتون ممشي نحارين هاني دا على حسب غانا خصنا دق مشنا خصنا دق المديريه الفلاحه انا دوك شي يفتح المره غادا سنتيش السنادق انا التوين السنادق الزيتون ديال السنادق راشد السقالي المسير مجموعه النفع الاقتصادي تاع دينا ديال جماعه بني سيدان لوطا شي نستافد من المعصاره ديال جمهوريه ديال مشروع المخطط الاخضر يدشن صاحب الجلاله ديال المنطقه الشمين تتارخو قلنا ماركه يا المعاصي اللي جان خونا مذجيه اللي اقليم الناظور اول معصاره تخدق المواصفات الثاني تاع هو وين ما جاش قانيش مودي 2018 شي تازك في الجاحن باللي لا دقني التقاليد اللي توا يعلون الزيتون اني ارماج اني سبخذني دوينا اني ما جاش قانا قد دقني واي قيم شاف نهار قال انت سيرا غتكسر الزيتون نهار غتحيد نهار وفي الجاحن تو جهاز اني شوينا ما جاش قاني جن جنا الرساله الزشتات الشد بريمي لا غيش نحاج دلم مليح ثاسي هذا قد المنطقه ديرو وسط النظوة قاربة زوينة ديك في الجاحان مشينا كنغرهن الإشارات تليفون عاود ما جاش قان وطريق أبريدنا الكودرون من مما خصنا داسن دانيتا أزان عاود والدقاقة نموذجي لأول مرة يخدق لي إقليم النظوة غانغي جن هاني ذا عصرية الماتريال تيليماني مرة مونتانت تيسبونيا كنا غدا التكوين غانغدا نيتا 40 تعاونية إليس يوسف نلقى المجموعات مجموعة النفع الاقتصادي وثنتين صار بعد التعاونية منهم تعاونية السعادة تعاونية سيدان زيباني سيدان الجبال تعاونية لوطا الخضراء تعاونية إكسان بني بويفرا أربعة تعاونية إتسيان بالمعصارية طريقة محرقة غنغيجان هاني على حسب المعصارية غنغيجان عصرية غانغ السلامة الصحية لونسة فارض خاتم سرايد إخسات ضروري انا في سبارين خص وان تحيدي غنغير في سبارين تحدا انت صداع وان تحيدي بسفستن باش وان كسي الميكروبات غنغ الزيتون انت الشيخ مره يفتح انت وين غدي السناد في خونشي ممنوع هذا سني في الزيتون ديال خونشي طريقة غنغي جان محري حارين 2 طن الساعات الزيتون يعدو مليح الحمد لله ان شاء الله الجاه ديال العجيب على الخضر قاني عيان قلت ازدغات و سيغدغا سي هذا بغيت نشد المليح الطاس تاعك بغيت نعاود نسكوسا نتكا سيدنا غيكان السي هذا تنفع نغطس يبني سيدان لوطا على حسب نهاني اذا ماشي جوا الشغل ديال بعصان الزيتون هذا نصح غير في الجاحن النق هذا بعدني تخون شاين بلاستيك على حسب من قان التقنيين المهندسين يفهمن ذي لونسا ذي الزيتون قانا شتي خون شي ذي بلاستيك مسموم من جات ممنوع ذي الزيتون ثم جحت ممنوع خشي نقان تحاول ما امكن شاء الله نبدل الفكره غي فتاحن يقديم الماء غي فتاحن يقديم الله يحسن عونه تو غنومان تكسن الزيتون تكن تيدخون شي تكن السامجحت على كل حد تغرق شويه شويه باش واي خصها تكن السامجحت ولكن هاني الحمد لله الاستطاعة موجود وني زماني في الجحن غادي الزيتون الطاس
ما امكن مار ما زعما نضر قضن الزيتون دغيا هذا وين مره من غير قد زيش هذه الحق غان غزيش تفوق زيش نسيج الجوده الصباح هذا وليس تيش جن جوده الزيتون تصبحت بزاف نتشكى ذين مره وكن غي ساهم من ذي منايا نتشكى وننا غي خان غي وهب نثم وثاني تذين جل معصارايا نتشكى ريف جح نغمار غاردي تسن مرحبا بهم ومنهم تشكى الموديلية الإقليمية للفلاحة بالنظر نقبل قد الزهر نغوي جانب النغ وشكرا لكم إيه نفاق لهم قرنة التاس تسيء أولا الزجتة ذي سدوا نغني أكتو غاس دي زيويني عشان مسايني شوي توا تاني جامو دينو إن شاء الله تاني في جهن مارا التاس نغاس سياسة مش نوزاني سيني جانا مش نوزينا متوسط إيش 15 20 يعني الصباح ولكن ونير قرن شاحي العاش كان تزيد ولا مليح ماره ونير قرن شاحي العاش محمد بجا مسيد تعاونية لوطة الخضراء داخل مجموعة ذات الدفع الاقتصادي سيدي النيث يتلقى يجن بعصارة الزيتون نتلقيت طبقان ذي الإقليم النضوى ذي الجهات الشرق بعصارة الزيتون تسمى ذي المستوى تسمى شينا نسمارة ونشكار التصمودية الفلاحة إذا غي دعمنا الطاس ذي المشروع شي نخدم خاص كوافين 11 شي نخدم خاص يزيد شن جلالة الملك محمد السادس كوافين 11 وغنكارات ويوز دغان نشكار التسعود السي عزيز اخنوش وزير الفلاحة إذا غي تلقاني يوز دغان غنكارة غي الافتتاحي مع صارة الزيتون كوافين 18 تلقى تكون السي عصام السي بدر السي مشا سقان سكوينة السي المديرية الفلاحة يجن تكوين ضم قران شعامين ما ترسين شد كنا تكوين خمانية غي غادي كوان مع صارة أكبر مع صارة الزيتون ديال الإقليم النضوى يجن تكوين الصباح وشينا تكوين خطوربة الزيتون وشينا تكوين عاود وسندغان غوليمان وسندغان في اسبانيا وشينا غطاسن تكوين خلا معصارة الزيتون ما مش تخدم ما مش كوين تشكار الطاس المدير الفلاحة كي غيبدن امين يولغ غدار جاي الخوذين الجاي